أكتر إشي بيجذبني الألوان والتفاصيل، من خلالها بجرب أدمج وأخلق أشكال جديدة اللي هي بتعبر عن شخصيات اللي بتمثلني، بس بتمثلني في طابع إسلامي. من الحديقة الإسلامية تعلمت كيف الرموز ما بتكون مجرد رموز، لأنها بتكون رموز مع معنى وإلها استعمال خاص، طابع خاص. كيف الرموز بتتحول لأيقونة، مش بس شكل، مش بس نوع نبتة معينة أو وردة معينة، كل إشي له هدف، كل إشي له سبب. بحس إنه الفن التجريدي كتير بيعبر عني وبيعبر عن شو أنا بجرب أعطي وأقدم، لأنه الفن التجريدي بيعبر عن روحانية الأشياء. الطريقة اللي بناخد فيها الأشياء الكاملة أو الأشكال الكاملة ومنجردها هي بالضبط الروحانية تبعت الفن الإسلامي. بعمل بحث على الفكرة نفسها، كيف أقدر أوصلها وأنقلها، كيف الفكرة بتقدر تعبر عن الرسالة اللي بدي أوصلها، كيف هذا الإشي من خلال الألوان، من خلال الطبقات، من خلال الأشكال. لما بشتغل على إشي ما بفكر في المواد ولا كيف بدي أعمل الإشي، بخلي الأشياء اللي حوالي وأنا وتجربتي للإشي تبني القطعة معي. يعني لما بكون بدي أعمل إشي ما بفكر كيف بدي أحط، شو القماش اللي بدي أعمله، شو بدي أستعمل، أي ألوان بدي أدمج، لأنه الأفكار كلها بتطلع معي وأنا أشتغل على القطعة. بخلي مشاعري عن جد هي اللي تخليني أوصل للعمل الفني من دون ما أفكر وأقيد حالي لا في ألوان ولا بقماش ولا بتقنيات. جزء كتير مهم في حياتي وأعمالي، لأنه كل ما استمريت واشتغلت أكتر كل ما بحس أني أنا قدرت أتطور وأطور فكرتي أكتر. لأعمالي بستخدم تقنية الطباعة الحرارية وأعمال يدوية مثل التنسيل، التطريز اليدوي والطباعة بالإيد. كل أعمالي أعمال يدوية. كتير مهم لإلي كمان أنسل كل قطعة بعملها، لأنه بحس التنسيل بيعبر عن الفن اللي أنا بجرب أقدمه للناس. مش مهم الأشياء إذا مش كاملة وناقصة، بس ما زال فيها جمالية. بحس إنه القماش كتير بيعبر عن هذا الإشي، لأنه القماش بتكون من خيط خيط وبندمج لحتى بيصير قطعة واحدة. هيك أنا كمان بشوف الفن، بحب أخلق أشكال تجريدية جديدة وأدمجها مع بعض وأكون نمط جديد. من أنا وصغيرة كنت أحلم أني أكون في هذا المجال بس أكبر. بتذكرش إشي من طفولتي غير أني كنت كل وقت أرسم، أخيط لألعابي، أجرب أدمج ألوان أشكال. كل وقت هذا الإشي كان من طفولتي يرافقني، أنه الحلم أني أنا بس أكبر أكون في هذا المجال وفي هذا المكان.
أنا عرين من فلسطين. كفنانة ومصممة عربية، هدفي إبراز الثقافة العربية ودمجها في حياتنا اليومية. يمكن عشان المحل اللي جاي منه أنا دايماً بحس إنه بدي أشدد وأسلط الضوء على الثقافة العربية والإسلامية. أشغالي ما بتتعبني، لأني عن جد أنا بحس كل ما بعمل أكتر وبشتغل أكتر كل ما بتطور أكتر، فهذا الإشي بيعطيني إحساس أني أنا عم بنضج عم بتطور، بدي أعمل كمان، ما بدي أوقف، بدي بس أكمل أعمل من دون ما أفكر، من دون ما أحسب حساب إشي، من دون ما إشي يوقفني، بس بدي أعمل. إشي بلشت في أعمال الفنية عن طريق سجاجيد. السجاجيد هي كانت سجادة اللي بتنقل فكرة عن روحانية وتناغم الفن الإسلامي. كل الوقت كنت أحس أنه جنب السجادة أنا بحاجة لشخصية اللي بتجسد هاي السجادة، عشان هيك حسيت العباية أو الفستان هو شخصية اللي بتجسد وبتكمل الفكرة اللي بلشتها بالسجاجيد. نصيحتي لكل حدا مهتم في هذا المجال انه يكون عنده صبر وشغف، مهما الاشي طول واخد وقت يضل يجرب يحاول لحديت ما يقدر يوصل. بس كل فنان عنده الطابع الخاص فيه وعنده اسلوبه الخاص اللي بيميزه. كل حدا عنده قصته، كل حدا عنده احساسه، كل حدا عنده اسلوبه الطابع الخاص فيه. أهلي أكيد هم أكتر ناس بدعموني، من أنا وصغيرة داعميني، بجروا يوفروا لي أي إشي عشان هقدر أعمل شو أنا عم بعمل هلأ.